يقول السائل: جاء في كتاب الحموية لشيخ الإسلام أن المعتزلة يقولون عن القرآن إن أنه حكاية عن كلام الله، وأن الأشاعرة يقولون هو عبارة عن كلام الله، فما الفرق؟ المعروف أن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، يقولون بقول الجهمية، ولكن لعل هذا حكاية عن المعتزلة القدامى. أما المعتزلة المتأخرون فهم أخذوا مذهب الجهمية وقالوا القرآن مخلوق، صرحوا بذلك. نعم.